هذا بس لعبة رعب. متوقعت عشان السلام عليكم، شو اخباركم؟ كيف حالكم؟ اليوم جبت لكم فيديو جديد من لعبة، طبعا لسه ما بعرفش يعني ايش نزلت هسه لعبتين بصراحة. نزلت لعبتين هن رعب، ونشوف احنا انا وياكم لعبة. يا ساتر والله ما اعرف، نشوف. انا مش عارف اذا بدي انترنت مش انترنت. الله الله. Hello. Your pizza's here. والله شكله حلو. هنا الغاز. هذا النظافة تاني. بالضبط. شو هذا؟ لوك. اوكي شغلات. طب مش مطمن ولا ما بعرف، بس في صوت. ما في صوت جريء في اللعبة ولا شيء. من جديد. شو هذا؟ اي باب. اوكي ليش بطيء؟ امشي. هذا البرمة. اوكي صعب شوي. رجعنا محل ما بكينا. وما اظن هذه لعبة الغاز. ابتدت لحاله. يا ساتر. والله بتغلب اللعبة هاي. بتغلب والله. التحكم بالمرة. Ever since we moved in, Emily started acting different. She really liked our old house, but we had to move. I guess it really stressed her out. بطارية الكاميرا راح تطفي. كهربا تخلص. إن شاء الله نكمل. إن شاء الله إنها تكفي. طيب امشي. It's been over a month now and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open and the bodies could be easily seen from the street. There were no signs of forced entry and the police have ruled out burglary as a motive. امشي يا زلمة. Neither body had any injuries and the cause of death. طيب. تجلس تقسم بالله. مفيدنا شيء صحيح. يلا مشي. طيب خلينا نعلي الصوت.
خسرتنا. باب زد نقدر اوفخ الباب يعني ايش يعني وعنا انه هنا يعني عشان تخبي يعني مثلا يبا شت 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 صور كونتينيو يعني انا خسرت يعني امشي بصراحة مش فاهم اللعبة بس يعني بينها امشي بعدين لا 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 نتعود بعد الجوة. No one will help us. No one can help us. يا كليف. This house had a basement. لا. I made a place for Emily down there. My husband hid the entrance so that no one can ever. God. أمر منيح ما بصورش بالليل منيح ما بصور بالليل يا الله بسم الله هذا الباب المفروض يكون مفتوح يعني مش راضي هاي الترمس خليك هذا بس لعبة رعب ما توقعتهاش يعني أنا غبي هو صوته هنا بضحك صوته هنا ما هي يا رب تتحمل الكاميرا وتسجل بحط لكم رابط اللعبة بالوصف يعني إذا حابب واحد يلعبها شو اللي صار شو صار بمشي أنا بس اعذروني يا شباب في اللقطة الكاميرا فصلت وهي كان عندنا اليوم ونتمنى الفيديو يعجبكم راح ننزل فيديوهات العاب غريبه بتقدر تلعب على الجوال وهيك مباشره تتسلوا طبعا قطعت دم والله لعبه هذا بس تنلعبش الا بس في الليل يا حبيبي تصور انك تحط مع اصحاب تخليها لصاحبك يلعبها ومش دار عن القصه والله يوكل الهوى دهن المكاتب يلا هذا اللي كان عندنا اليوم اعطيكم العافيه